السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الفوز الرائع للمنتخب الوطني، وفوز يعني معنوي أمام إيران، وهو ثالث على التوالي، وين يؤكد أن مرحلة إعادة بناء تتم على قدم وساق. نتمناو كيما رانا نشوفو، نتمنى انا كيما هكا حنا رانا نقولو بلي هذا المرحله نشوفو كي يبراو اللعابه وكي يولو يلعبو اللعابه اللي هدر عليهم، اللي قالوا انا ما ننجمش ما نعيطش اللعابه، مازالوا ما اعتزلوش، انا ديك الهضره مازال في راسي تاع المدرب. يعني نتمناو ان شاء الله بربي يشوفو حاجه جديده، ما نعاودوش نولو، لازم نقدمو. انا قلتها ونعاودها وبالك راني نشوف فيها، قلت لازم 70% اللعاب هذو كاع يروحوا، نهار اللي اقصينا من كاس العالم قلت 70% اللعاب هذو. هيا يعطيه سيربات وتريكو، هيا قول له صحيت واعطيه ميداليه، هيا قول له صحيت حمار ليك خويا، واعطيه تصاوير، اعطيه تصاوير، اعطيهم تصاور. يعني واش قدمتوا ما غاديش ننكروا الخير تاعكم، لعبتوا شربتونا منا منا منا، بصح ما تقعدش الدايمه هذه، هذه ماهيش الدايمه، كو دامت كو دامت الباتروني ودامت البنشيخ ودامت الماجر وبلومي وقندوز وفرقاني وزيتوني الله يرحمه، رشيد مخلوفي، سعيد عماره، يعني كروم قدور، كان كو دامت لهم هذا. الله يرحم لي ماتوا ولا يطول في عمر اللي راهم عايشين، هذو كو دامت لهم، هذه باش يكون على بالك قدامها. حنا نتمناو ان شاء الله انا نشوفو بلي كاين حاجة جديدة، كاين حاجة جديدة ان شاء الله بربي نشوفو هاد اللعاب، خاطش نبداو غي ميطو زي ميطو بالخف، نعاودو نولو للمرض تاعنا، بالخف نولو للمرض تاعنا. لازم انا نقولها ونعاود، اللي يشاركوا في كأس في إقصاء المنتخب الوطني 70%، أيوا هيا خويا يا 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 ما بقاش ايه، واللي في الكاس كاس الكاس افريقيا فاني كيا هيا كاع جديد. هذه كرة قدم، هذه ماهيش ماهيش قرآن بين قطع ورقة نقلع زوج وراقي ولا ثلاثة، لا. وأن مرحلة إعادة بناء تتم على قدم وساق، وأن سحابة الشك والتي ألقيت بظلالها في أول ثلاث شهور الماضي الماضية، يعني وين رحلت نقولوا بلي رحلت، فيجب الاعتراف من المدرب ويكون شجاع في مواجهة، يعني ويتكلم الحقيقة بأنه يعني تسبب في إقصاء المنتخب الوطني، يعني بالأداء تاعو وبالتهور تاعو وبالاختيارات تاعو، يعني التقييم تاع اللعابة تاعو اللي كانت غلطة كبيرة، اللي يعني كاين بزاف أمور وين بهاد اللاعبين اللي حقرهم، يعني كل لاعبهم. علاه كنت نقول باللي في كوب دافريك هذا المدرب ما استفادينا والو، خرجنا بنقطة، خرجنا بتبهديلة، وما استفاديناش 28 لاعب، شفنا 11 كيما هضرنا لكم، كان يلعب غير ب 11 اللي باينة. على هذيك يجب عليه يعني التدارك، خاطش أنا نقول فيها ونعاود، عندنا دو كوب دافريك، يعني فرصة ما تعاوش باش تصنع منتخب صوليد كيما دار دار إليو سيسي. إليو سيسي وصل فينال دوزيام في الزوجة، داهر بدها خويا، لا بيت تمشي على هاد الخطط، بصح الحمد لله ربي راه جاي الحاج محمد راوراوا ويعطيك خريطة الطريق كيفاش تمشي وتكون مساهمة، على حساب ما على بالي، يعني وين أني على باش فيه. ونعاودو نولو وكذلك نتكلموا على بعض اللاعبين، وان ينبغي ايضا التصفيق لاحتلافيه اسماعيل بن ناصر، وين انهى التزاماته مع فريقه ميلو الايطالي يوم 22 ماي الماضي، وين لعب امس اليوم الثالث مباراه دوليه في ثلاث يعني بلدان في اقل من اسبوع، كان بوسعه باعتباره مباراه وديه ان يطلب التصريح ويستغل ايام
ثمينة في استرخاء والراحة برفقة عائلته، لكنه قدم للمنتخب وانقدم لمنتخب بلاده جريح بعد خيبة إقصاء المونديال وثلاث أسابيع إضافية من وقته الثمين كمحترف. هذه هي الروح الالتزام والانتماء والتي تستحق أن نصفق له بحرارة كبيرة. المنتخب الوطني خلال الشوط الأول وإن وضع إيران تحت الضغط الشديد، لعب الفريق يعني المتشكل من لاعبين جدد بسهولة، يعني مفاجأة كل يعني المشكلات أي من إيصال الكرة في حالة دفاعية الهجومية التي استمرت في المباريات الأخيرة وإن اختفت. على كنا نقول لكم لازم لك صنع ألعاب، لا 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 الحمد لله يا ربي ما غلطناش يا صاحبي. شو سيد صانع ألعاب في البولة، كي كانت المشكلة تاع باش نوصلوا البولة للهجوم من الوسط للهجوم وين كانت مشكلة كبيرة. بصح اليوم وين صنع اليوم البارح وين لعب يعني درت لها صانع ألعاب تاعها، كل واحد عطيت يعني كل منصب اللعب اللي يستاهله. ماشي كيما كنا غير نقودوا رايحين، كنا نقودوا رايحين، كنا نقول لك باللي بنروح نجيبوا كوب ديموند. انا كنت نضحك من نسمع باللي بنجيبوا كوب ديموند، والله لا نضحك. ما كانش كنا نلعبوا هامش. شوف بريمير ميتو امام ايران حطينا البوله تطلع طاك 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 غير تطلع هذيك اللعب تاع اضرب غاطرو خوك هوي 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 وزقا والغنا هوي هوي وزغاري ما ولاش كاينه بولا سكات دب 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 اللي نبغوها بولا تاعنا كرات قصيره بينيه على الاطراف والسرعه والدخول يعني في الغم في العمق، يعني هذه اللي كنا نحوسوا عليها، هذه اللي كنا نحوسوا عليها اللعب تاعنا. احنا ما وليش نلعبوا اللعب تاعنا وين تجاوزها وين بريتم سريع فرضوه والتحكم في الكرة. والأكيد أن الفريق الوطني طبعا وين ومهما تغير وين تغيير اللاعبين يثبت أنه يلعب أفضل من في الجهة. كل الفريق يفتح اللعب ويلعب كرة ويترك مساحة وراءه حيث يمكنه أن يعاقب أي تشكيلة مهما كان مستواه، خصوص أن وين أنا وين أجد تحصين دفاعي. وهنا لابد من إشادة بالدور المدافع طوغاي في إنهاء الشوط الأول بتقدم بهدف نظيف، يعني وين طوغاي وين لعب دور كبير هذا يفكرني مغاريا. في الشوط الثاني مع أول ثلاث تغييرات تراجع الأداء، خرج عليه هذه تاع دوزياميتو يتراجع الأداء، لازم الخدمة عليها. في الشوط الثاني مع أول ثلاث تغييرات تراجع الأداء وغابت تلك السهولة في نقل الخطر، يعني وفي وقت ما من المباراة عاد البطء القديم الذي استغله المنتخب الإيراني فرجع في المواجهة وعدل النتيجة، لكننا كنا الأقرب منه للهدف الثاني إلى أن فعلها اللعاب الصغير جدا 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 أمين محمد أمين عمورة الذي أثبت بفعاليته وحماسه واندفاعه الشديد أنه يستحق مكانة أساسية في المنتخب الوطني برفقة والناس الذي استغل مجددا فرصته. كان بإمكان تسجيل أكثر من هدفين وقد أهدر غازال واحد يعني هدف وحده هدفين وإن حرمنا الحكم من ركلة جزاء لا غبار عليها. وكخلاصة فإن المناصب صارت غالية جدا بعد المردود إبراهيمي وقادري وابن عياد وماندريا، وهكذا عدنا لحكاية الفريق ألف وباء، وهذه اللي ما نقبلهاش أنا تاع منتخب ألف وباء ما كاش هذه. وإن نقولوا باللي شأننا وإن ان شاء الله بربي نشوفوا المدرب يعني لا يكتفي بفريق واحد، نتمناه ان شاء الله هذا المدرب جمال الماضي ما يكتفيش بفريق واحد، لان علينا بعد هذا الفوز ان نعترف ان الارقام التي كنا نسعى لتحسينها وسلسله لا هزيمه قتلت الفتره الطويله المنافسه وغيبت الجوع والرغبه والشغف وجعلت بالماضي يخاف أن يخاطر ولا يهمه أن يفعل بقدر ما يهمه
ألا يخسر من يصدق أن بن عيادة سيستدعي للمنتخب ويلعب ويسجل في شباك إيران، والفريق يضم بلال إبراهيمي، أصدادقة، عمراني، طوغاي، وقادري، وحميش، ومادري، مادريا وغيرهم، يفوز على إيران، أول منتخب آسيوي متأهل إلى المونديال لم يخسر في 17 مباراة سوى في لقاء واحد بعد تأكد تأهل رسمي. يعني لازم الخدمة، وما تأمنش بفريق واحد، لازم يكون عندك، على كنت نقول لك على الاقل عندك 40 لعاب 50 لعاب يعني محطوطين بالخواط. ما نسمعوش هذه او ما بغاش يجي، ما هي نورمال. مني واحد يقول لك صحفي يقول لك فلان ما يجيش، يقول لك تقول له راه عندي ما جاش، راه عندي هو ولا غادي، ما نقولش نبكي هذه هي.